قصر الملك غازي معلم تلجأ إليه عوائل الديوانية على ضفاف نهر الفرات الشمالي. شمالي مدينة الديوانية يقع قصر الملك غازي الذي أنشئ في عشرينيات القرن الماضي وكان محل استجمام للملك حين زيارته لجنوب العراق ليصبح اليوم معلما تراثيا وسياحيا تلجأ إليه عوائل الديوانية للتخفيف من ضغوطات الحياة، فيما طالبوا بزيادة الاهتمام فيه لجذب السائحين. استثمار هذه الأماكن التراثية والسياحية والترويج لها بشكل جيد سيدر المنافع الاقتصادية والمادية ويجذب أنظار السياح إليها محليا وعالميا، ويوفر فرص عمل في محافظة تعد هي الأفقر من بين محافظات العراق كما يقول مختصون في الشأن السياحي. قضية السياحة وقضية استغلال الأماكن الأثرية والتراثية اللي موجودة بكل محافظة، هاي قضية مهمة صراحة، تكلمنا عليها احنا سابقا انه يعني ضرورة هذا الشيء. لحد الآن ما حد ملتفت لها، انه انت شلون ممكن تستغل هذه الأماكن بالذات من تكون سيف في مدينة اصلا تفتقر للأمور، لا الأمور اللي تدر الأموال والوظائف. فمن يكون عندنا بها هيك مكان لازم نستغله حتى نتدارك الوضع الاجتماعي صحيح. المادي في بيئه هذه المحافظه. صحيح، اغلب المحافظات مرات ما بها فد ذخر مالي كبير، فيروحون على شلون ينموها عن طريق الشؤون الاقتصاديه والماديه لهذه المنافع السياحيه الموجوده في بعض المحافظات. فبالتالي احنا اذا عرفنا كيف نستثمر هاي المناطق السياحية بمنافع مادية أو راح تحد من موضوع البطالة، وبالتالي نجذب كثير من السياح اللي هم يجون للعراق، مو بس المحافظات الشمالية نحن نقدر هي أكثر أساس لجذب السياح، لكن في بعض المحافظات أكان الجنوبية الوسطى وغيرها أكو مناطق سياحية، بس يحتاج لنا إنه إحنا نرمم هاي المناطق السياحية بالإضافة لتسليط الضوء عليها والتسليط الضوء عليها، لأن هذه الأماكن صار فترة كبيرة هي متروكة وما لها أي أحد دخل بها، ولما تروحين حتى لا تستذكر، ما يستذكروها صحيح. في بعض الأماكن إنه هي شيء مميز بالمحافظة صحيح، مع العلم إنه هي شيء مميز. فبالتالي خلي إحنا بكل محافظة يعني مسؤولي المحافظة هاي المناطق السياحية من المفترض انه احنا نحافظ عليها ونفتحها وتكون مقام حلو ان هو يزورون.